بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيك. نبدأ برسالة السائل محمد، يقول: السلام عليكم، في بلدتنا مسجد بني فوق المقابر، علما بأننا لم نعلم أن هناك مقابر، حيث قام رجل بالحفر فوجد عظام الناس، هل تجوز الصلاة في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإنه من المعلوم بالسنة النبوية كلام أهل العلم أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. وما ذكره السائل من أن مسجدهم بني على مقبرة فوقها، هذا تراجع فيه الجهة مسؤولة عن المساجد وينظرون في هذا الأمر، لأنهم مسؤولون عن مثل هذا، فإما أن ينقل المسجد، ثبت هذا ينقل المسجد لأنه حادث والمقابر سابقة له، فيزال المسجد ويبنى في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه نور تقول: فضيلة الشيخ، أنا ذاهبة للعمرة وأعاني من تساقط شعري، فماذا علي لو سقط الشعر أثناء الإحرام؟ وهل أمشط شعري بعد الإحرام، علما بأنه يتساقط مع التمشيط؟ وما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسألة الأولى، وهي مسألة تساقط الشعر من المحرمة، إذا كان بغير اختيارها فلا إثم عليها في ذلك، وليس عليها شيء في ذلك، عليها أن تحرم. وإذا تساقط شيء من شعر رأسها من غير اختيارها ليس عليها في هذا الشيء، وكذلك لا تمشط شعرها إذا كان يسبب تساقط الشعر. وأما المسألة الثانية وهي زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. المرأة تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وإذا ذهبت إلى المدينة تصلي في المسجد النبوي وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ رمضان يقول: ما هو اللباس الشرعي الذي ترتديه المخطوبة أمام الخاطب؟ هل هو اللباس في البيت أم لا يظهر منه إلا الوجه والكفين؟ أفتون مأجورين. لا يجوز للخاطب أن ينظر إلا إلى ما يراه يرغبه فيها، انظر إلى وجهها وكفيها ويكفي هذا، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك، وإن نظر إلى شعر رأسها يتأكد من سلامته فلا بأس أيضا على قدر الحاجة، ويكون هذا بحضرة وليها لا يخلو بها. نعم. يقول هذا السائل محمد: كيف أرد المظالم إلى أهلها، وإن لم أستطع أن أردها هل أتصدق بها بنية هذه لأهلها؟ إذا عرفت أهلها فإنه يجب عليك أن تردها عليهم إلا أن يسمحوا بها لك، وإذا لم تعرف أهلها وتعذر الوصول إليهم فإنك تتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها. نعم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، رجل به مس ويريد العلاج بالعلاج الشرعي من الكتاب والسنة، كيف يعمل؟ الرقية الشرعية، لأن يقرأ الفاتحة وينفث على نفسه، ويقرأ الإخلاص المعوذتين وينفث على نفسه، وأيضا يدعو بالأدعية واردة للرقية، إما هو بنفسه وإما أن يرقيه أحد من إخوانه. نعم. يقول هذا بشير: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر القياس من مصادر التشريع، وما أمثلة ذلك بارك الله فيكم؟ نعم، القياس من أدلة التشريع، من أصول الأدلة، وإن كان مختلفا فيه، فالجمهور على أنه من أصول الأدلة، وذلك بأن يقاس الفرع على الأصل، إذا اشترك في العلة يقاس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، هذا هو القياس. نعم.
يقول هذا السائل أبو سامي: هل يجوز التخلص من المال الربوي بإعطائه لشخص فقير يريد الزواج بدون نية الصدقة؟ نعم، تخلص تعطيه لفقير محتاج سواء يريد الزواج أو غيره أو النفقة على نية التخلص من هذا المال، أو تضعه في مشروع عام غير المساجد تتخلص منه لا على أنه صدقة، أو مثل المال الضائع الذي ليس له مالك يوضع في المشاريع العامة أو يعطى لفقير. نعم. يقول هذا السائل: الشيخ، ما حكم شراء شقة تحت الإنشاء، وهل لابد أن تنتهي من التشطيب في بيعها وشرائها؟ إذا اشتراها بالمواصفات المنضبطة فلا بأس، إذا اشتراها بالمواصفات المنضبطة فلا بأس بذلك، فإن جاءت على المواصفات أخذها، وإن نقصت عن المواصفات فهي على ذمة صاحبها. نعم. هذا السائل محمد يقول: حفظكم الله، هل السنة للمصلي قاعدا أن يضع يديه على ركبتيه أو على صدره، وقد جاء في بعض الأحاديث تدل على مشروعية الوضع على الركبتين، فما هو الصحيح؟ الجلوس في محل القيام إذا كان عاجزا عن القيام فيضع يديه على صدره كحالة القيام، وأما في حالة الجلسة بين السجدتين وحالة التشهد الأول والأخير فيضع يديه على فخذيه. نعم. يقول هذا السائل: ما كفارة اللعن مثل من لعن والديه ولعن الشخص سواء كان أمامه وإن لم يكن أمامه، هل هذا فضيلة الشيخ له كفارة؟ كفارته التوبة، لأن التوبة كفارة لكل ذنب، فيستغفر ويتوب إلى الله بصدق وإخلاص فيتوب الله عليه. ولكن لعن الوالدين خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني بأربع كلمات لعن الله، حدثني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. فلعن الوالدين خطير جدا، ولكن التوبة تجب ما قبلها، وإذا كان الوالدان موجودين فإنه يستسمح منهما ويطلب منهما العفو والمسامحة، وإن كان ميتين فإنه يستغفر لهما ويكثر من الاستغفار والدعاء لهما. نعم. يقول هذا السائل أبو بكر: هل النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة يشمل الدروس والمقاري بعد فجر الجمعة؟ نعم، كل ما يشغل عن الحضور لصلاة الجمعة منهي عنه، والنهي عن التحلق يعني التحلق لطلب العلم كسائر أيام الأسبوع إذا كان هذا يشغل عن الحضور لصلاة الجمعة، أما إذا كان لا يشغل في المسجد الجامع فلا مانع منه لأنه لا محذور فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم تأجير الفحل من الحيوانات، وما المراد بالنهي عن عسب الفحل؟ عسب الفحل هو ماءه، عسب الفحل ماء الضراب، وهذا منهي عنه، نهى عن كسب عن عسب الفحل، لأن هذا من الأمور التي يجب أن تبذل من باب المروءة والإحسان ولا يؤخذ عليها شيء، وأيضا أن هذا فيه دناءة، أنه يبيع ماء الفحل هذا فيه دناءة وفيه أيضا قلة مروءة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر لمن كان مسافرا وقد استقر في مكان ليوم أو يومين؟ إذا كان المسافر عنده مسجد ويسمع الأذان يصلي مع المسلمين كل وقت في وقته ولا يترك صلاة الجماعة، أما إذا كان بعيدا عن المسجد وهو مقيم ليس بسائر في الطريق فإنه أيضا يصلي كل صلاة في وقتها بالقصر، قصر الرباعية كل صلاة في وقتها، لأنه لا داعي للجمع، الجمع إنما هو لمن جد به السير، أما من كان نازلا ولو فترة قليلة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في منى أيام التشريق وكان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. يقول الشيخ: هل تخليل اللحية يكون بعد الوضوء، هل هو واجب؟ تخليل اللحية سنة ليس بواجب، الواجب غسل ظاهرية، الواجب أن يغسل ظاهر اللحية لأنه من الوجه، وأما تخليل داخل الشعر فهذا سنة. نعم. هذا السائل يقول: لقد قمت بأكثر من ناقض من نواقض الإسلام، كيف تكون التوبة، وهل يلزم النطق بالشهادتين ثم التلفظ بالرجوع من هذه الذنوب مع الندم ثم الغسل، وهل هناك صياغة للتوبة، وما شروط التوبة؟ لابد من النطق بالشهادتين، كنت ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام فإنها تجب عليك التوبة،
وذلك بالنطق في بالشهادتين. وإن كانت الردة بجحد شيء من أركان من أمور الدين من المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه مع النطق بالشهادتين يعترف بما جحده. نعم. أخيرا الأخ خليفة محمد يقول: من نسي الركوع في الثالثة والسجود في الرابعة وتذكر ذلك بعد أن جلس للتشهد فماذا يفعل؟ يكون فاته ركعتان، يأتي بركعتين بدل الركعة التي ترك ركوعها والركعة التي ترك سجودها، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة فيأتي ببديلة لها. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعض أصحاب المحلات التجارية يتعاملون مع الأكياس وتكتب على الأكياس الذي يقدمونها للزبائن أسماء تحتوي على لفظ الجلالة وترمى في الشوارع والقمامة وتستخدم فيما لا يليق. لا يجوز أن يكتب اسم الله على شيء يهان أو يلاف في المزابل، يتحاشون هذا الأمر، يجتنبوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أصيل: هل يجوز أن نسأل الله الصبر على قدره عن معاصيه وعلى طاعته؟ أسأل الله الإعانة والصبر على ما يصيبك، الصبر على الطاعة عموما، تسأل الله الإعانة عز وجل وتسأله أن يوفقك للصبر ويلهمك الصبر. نعم. يقول السائل أيضا: هل وضع بعض قصات الشعر وبدون قزع وبدون نية هل هو تشبه محرم؟ نعم، الشعر لا يعبث به، شعر المرأة أو شعر رأس الرجل لا يعبث به، الرجل يجوز لأنه يحلق رأسه كله أو يتركه كله، وأما أن يحلق بعضه ويترك بعضه هذا هو القزع المنهي عنه، وفيه تشبه بالنصارى. والمرأة كذلك جمالها في شعرها، فلا تعبث فيه بالقص وغير ذلك من الموضات المجلوبة لنا من الكافرات أو من المجتمعات غير المبالية. نعم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أبي لا يخرج زكاة ماله مع عدم إنكاره لركني الزكاة، معللا ذلك بقوله بأن زكاة مالي أنفقها على عيالي وأبني لهم مستقبلا، ما حكم هذه الحالة وما نصيحتكم لأبنائه الذين يعيشون من ماله؟ هذا جاهل، الزكاة لا ينفقها على أولاده ولا تحل لأولاده ولا لأولاد أولاده ولا لآبائه وأجداد، زكاة تصرف للفقراء والمساكين ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما ما ينفقه على أولاده فهذا واجب عليه، نفقة الأولاد واجبة عليه إذا كانوا لا يستغنون عنه، ولا يجعل الزكاة واقية لماله بديلة عن النفقة على أولاده، فيجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب وأن يخرج الزكوات الماضية لأنها باقية في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما حكم من ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين له بأنه دجال ولم يكن يعلم ماذا يفعل للتكفير عن ذلك؟ الواجب على هذا وعلى غيره أن يسأل عن الإنسان، يسأل عنه عن دينه عن عقيدته عن تعامله مع الناس، لا يذهب إلى واحد مجهول، هذا خطأ كبير. ولكن من ابتلي ووقع في راق خرافي أو واقع مشعوذ تبين له هذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه التوبة والاستغفار وأن لا يعود لمثل هذا، وعليه أن يبلغ عن هذا المشعوذ وهذا الدجال، عليه أن يبلغ السلطة لتأخذ على يده وأن يحذر الناس منه أيضا. نعم. يقول: ما حكم صلاة سنة الجمعة القبلية وكم عدد الركعات في ذلك مأجورين؟ ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما صلي الإنسان ما تيسر له، لا على أنه راتبة وإنما على أنه نفل مطلق، وأما راتبة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين. نعم. هذا السائل يقول: ابتليت بالسحر وأنا صابر محتسب الأجر من الله، فكيف في نظركم العلاج الشرعي من القرآن والسنة، وهل صبري على هذا السحر مأجور عليه؟ صبر مطلوب، لكن لا تترك السبب والعلاج، لا تترك السبب المباح والعلاج المباح وتقول أنا صابر، العالج واصبر، توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول
شيخ ما الشيء الذي يرفع البلاء وما الأمور التي تساعد أيضا على رفع البلاء مأجورين؟ أعظم ما يرفع البلاء التوبة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الواجب التوبة من الذنوب لأنها هي سبب البلاء وسبب العقوبات. التوبة من الأفراد ومن الجميع، يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب رفع البلاء الدعاء، الإكثار من الدعاء واستعمال الرقية الشرعية، وكذلك العلاج، العلاج المباح بالأدوية المباحة. الأدوية المباحة هذه أيضا من أسباب رفع المرض، يتخذ الأسباب المشروعة ومع الصبر والاحتساب عدم الجزع. نعم. يقول هذا السائل الشيخ: هل صحيح بأن قول من قرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا مات مات شهيدا، وإذا قرأها في المساء صلى عليه 70,000 ملك، وإن مات مات شهيدا؟ لا أعرف هذا، وعلى من قاله أن يثبته من دواوين السنة المعروف كالصحيحين والسنن الأربع. أما أن يأتي بكلام مرسل كذا أو من أي كتاب مجهول فهذا لا يجوز، أن هذا يسبب تضليل الناس. نعم. الأخت نور الهدى الحقيقة أرسلت بسؤال دائما نسأل عنه كثيرا وقد ابتليت به بعض الأخوات، وهو عن تشقير الحواجب في الحفلات والأعراس وغيرها. لا يجوز العبث بالحواجب. المرأة تخاف الله وتترك الحواجب ولا تعبث بها لا بتشقير ولا بغيره، والجمال في بقائها على خلقتها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهي التي تقص حواجبها أو تنتف حواجبها أو تزيل حواجبها أو بعض حواجبها بأي وسيلة. لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، تظن أن هذا من الزينة، هذا من التشويه، وهذا معصية، وهذا من التشبه الممقوت، فلا تجوز هذه الخصلة الذميمة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعاء معين ليوم الجمعة؟ وإذا كان هناك دعاء نرجو إفادتنا فيه. لا أعلم دعاء معينا يوم الجمعة. نعم، الذي ورد أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، وكذلك مما يشرع يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة عين صاد نون تقول: زوجي الحقيقة عصبي ويطلب مني أن أجهز له الشيشة، ويأمرني بأشياء الحقيقة قد تكون مخالفة للشرع، فيقول لي بأن هذا طاعة لزوجك، ما الحكم في ذلك؟ هذه طاعة محرمة، هذه طاعة للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الزوج ولا غير الزوج ولا الوالد ولا أي أحد، لا يطاع المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكونها تحضر له الدخان أو الشيشة أو الأشياء المحرمة فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.